السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أود أن أشير إلى أنني لست أستاذ للغة الفرنسية، إنما فقط نزولا عند طلباتكم ورغباتكم في مواصلة دروس اللغة الفرنسية. إذا كنا درنا درسين فيما قبل من الكتاب المدرسي، قرينا فيهم لا بروميير سيكونس اللي هي بونجور أو روفوار، قلنا هي عبارة ترحيب لي مو دو ساليوتاسيون، كاين بونجور، كاين او روفوار، كاين بونسوار، كاين سالي، هادو كامل يندرجو في عبارات ترحيب. كاين من ذاك يجي في الاختبار يستخرج من النص عبارة ترحيب لي مو دو ساليوتاسيون، نستخرجو هذه هي بونجور، او روفوار، بونسوار، سالي، هادو هما عبارات الترحيب. اليوم ندخلو في لا دوزيام سيكونس اللي هي جو مابيل نادير. جو مابيل نادير على الصفحة 19، على الصفحة 19 لا دوزيام سيكونس اللي هي جو مابيل نادير. جو مابيل نادير، واش يقول هنا الطالب؟ واش يطلب منا الكتاب؟ قال ايكوت اي مونتر لي كاماراد سور لي ديسان 1 2 3، قال اسمع وحدد الأصدقاء في الشكل 1 2 3. نسمع الحوار. بونجور، جو مابيل نادير، اي توا؟ بونجور، معناها قالها صباح الخير. جو مابيل نادير، اسمي نادير، اسمي نادير، اي توا؟ وانت؟ ونقدر نقولوا فاني المذكر نقول له وانت، نفس الشيء، توا هي أنت أو أنت. بونجور، جو مابيل نادير، إي توا؟ تريبوندي هذه واش تقول له؟ بونجور، خاطش هو قالها بونجور لازم تعاود ترجع له بونجور. بونجور موا سي ميليسا، بونجور موا سي ميليسا، هذا واش اسمه؟ اسمه نادير، وهذه واسمها ميليسا. إذا قالها بونجور، صباح الخير، جو مابيل نادير، اسمي نذير، وأنت؟ قالت له بونجور موا سي ميليسا. كم عدد الأصدقاء هنا؟ إذا يوجد صديقين، يوجد صديقين. طلب منا قال إيكوت إريبات لي ديالوغ، اسمع وأعد الحوار. لازم نسمعوا الحوار كيفاش ينطقوه ونعاودوا ننطقوا نفس الحوار، خاش في المدرسه نديروا نفس الشيء، ينوضوا اثنين في القسم، هذا يقول هذا الشيء وهذا يقول هذا الحوار. بونجور، جو مابيل، ويذكر اسمه ويقول اي توا، يعيد او يرد الاخر بونجور مواسي ويذكر اسمه. نمر للشكل الثاني. الشكل الثاني يبدأ فيه ثلاث شخصيات، ثلاث أشخاص في الحوار. هذا كيسموه؟ سموه نذير. دائما نبدأ بالجهة اليسرى في الفرنسية. إذا هذا واش يقول؟ فواسي تانيا سي ما كاماغاد، فواسي تانيا، ها هي تانيا. فواسي معناها هنا أو ها هي. فواسي تانيا سي ما كاماغاد، قال هذه أو هاهي تانيا، هذه صديقتي. هذه قالت لها بونجور. تقول ميليسا تيون تخوازيام ماني، هل أنت في السنة الثالثة؟ تيون تخوازيام ماني، وي معناه نعم، وي نصوم، نحن جميعا نصوم دو لا ميم كلاس، في نفس القسم، نحن جميعا في نفس القسم. نعيد، واش يقول نذير؟ فواسي تانيا سيما كاماغاد، ها هي تانيا، انها صديقتي. تانيا تقول بونجور. تعيد ميليسا تي اون تخوازيام ماني، تي اون تخوازيام ماني، تي اون تخوازيام ماني، هل انت في السنه الثالثه؟ تجيب تانيا وي نو سوم دو لا ميم كلاس، نو سوم دو لا ميم كلاس،
نحن جميعا في نفس القسم. Nous sommes dans la même classe. معناه في نفس القسم. كم عدد الأصدقاء هنا أو المتحاورون؟ متحاورون كم؟ ثلاث أشخاص. إذن عدد المتحاورون ثلاث أشخاص. ننتقل الآن إلى الصورة الأخيرة. هذا نذير، هذه ميليسا. ماذا يقول نذير؟ لو كارتابل غوج إي أتانيا. لو كارتابل غوج إي أتانيا، معناه قال المحفظة الحمراء هي لتانيا. المحفظة الحمراء هذه تاع تانيا. تجيب ميليسا نو، لا، لو كارتابل دو تانيا اي فيولي. محفظة تانيا بنفسجي. محفظة تانيا بنفسجي. نعيد، يقول نذير لو كارتابل غوج، المحفظة الحمراء لو كارتابل غوج يا تانيا. محفظة المحفظة الحمراء هي تملكها تانيا. تعيد ميليسا أو تجيب ميليسا نو لو كارتابل دو تانيا اي فيولي، معناها المحفظة البنفسجية هي لتانيا. إذا نعيد قراءة هذه المحاورة كاملة بصورها الثلاثة لأننا سنعيدها في القسم. إذا في هذه المرحلة لازم التلميذ يكون عرف أربع حروف، قرينا أربع حروف نعود نكتبوهم. إذا قلنا في هذه المرحلة الطفل يكون عرف على الأقل أربع حروف نعود نكتبوهم باش نثبتوا المعلومات. إذا حرف الأ، إذا أ صغير هو مينيسكول، كاين زوج مينيسكول. إذا نكتبو تاع الكتاب عندنا أ، أ ماجيسكول سكريبت، أ ماجيسكول سكريبت، هذا تاع الكتاب يكتب أيضا هكذا، في بعض الكتب أيضا يكتب بهذا الشكل أ، أ ماجيسكول سكريبت، أ مينيسكول سكريبت. هذو مطالب الطفل باش يعرفهم قراءة، لكن في الكتابة لازم يكتبهم كيرسيف. إذا عندنا نبدأ بالأ، أ مينيسكول كيرسيف أ، أ، أ. الآن أ ماجيسكول كيرسيف يكتب بهذا الشكل. أ، نعيد، أ، أ. هذه أ ماجيسكول كيرسيف، قلنا الأ لازم يكون يعرفه التلميذ. الحرف الثاني هو الإي، إي، إي كيرسيف مينيسكول، إي، إي، هذا حرف الإي. حرف الإي ماجيسكول كيرسيف اكتب بهذا الشكل. إي، إي، إي. الآن الحرف الآخر هو حرف الأم، أم، أم مينيسكول كيرسيف، أم مينيسكول كيرسيف، أم، أم ماجيسكول كيرسيف يكتب بهذا الشكل.
كيما الا، لكن نعاودو نطلعو المره الثانيه. ام نعيد، ام نعيد مره اخرى، ام. الان حرف الان، الان مينيسكيل يكتب بهذا الشكل كما حرف الام لكن نقص الوحده. ان 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 مينيسكيل كيرسيف، نكتب ان ماجيسكيل كيرسيف، ان ماجيسكيل كيرسيف، ان ماجيسكيل كيرسيف. ان هذا ان ماجيسكيل كيرسيف. اذا قرينا الا والاي والان والام، قلنا ايضا لازم نعرفوا نربطوا الام مع الاي والام مع الا، وايضا الان مع الا والان مع الاي. اذا مي ني ما نا، مفهوم؟ هذو اللي لازم التلميذ يعرفهم في هذه المرحلة. ما نقراوش الحروف بالترتيب، نقراوه بالترتيب تاع الكتاب هذا باش نعرفوا شوية لي فوايال كيفاش نلصقوهم مع لي كونسون. الى هناك خلص معنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.